المشاهدين الأحباب وين ما كنتم تشوفونا، حلقة جديدة من برنامج اعترافات، حلقة بنتمنى إنه نقدم فيها محتوى كويس مع زول بيدعي إنه هو بيعمل في محتوى بغض النظر عن كان كويس ولا كعب، شغال في كم حاجة وشاغل السوشيال ميديا بعدد من الأعمال اللي هو بيرى من منظوره الشخصي إنها ترند وتصدرت السوشيال ميديا بناء على أهميتها، بالمقابل قالوا إنه في فراغ بتاع محتوى في السوشيال ميديا خلى صانعي أصحاب المحتوى الغير هادف يتصدروا السوشيال ميديا. هو ما مقتنع بالحاجة دي لحد كبير وشغال في كم اتجاه، أعتقد إنه هو مقيم نفسه إنه هو الأول على مستوى الأعمال اللي هو بيقدمها، إذا كان تقديم ولا تمثيل ولا رقص أو رقص خلينا نقول. شخصية اليوم عمر أو وراق عمر الشهير بحسن تسريحة. أنا ما عارفة حسن تسريحة وراق عمر ما بيناتهم طلعت الشخصية الموجودة الآن. أهلا بك معنا في اعترافات. أهلا بك أستاذة سارة وأهلا بكل المشاهدين، وإن شاء الله أنتم احترافات. أنا قلت لك أنت سمو البرنامج ده المحقق، أنا ما أعرف، حاسس إنه أنا قاعد في ظلام كده شديد، هتعمل البتاع دي كده تزعليني. كنت سمو المحقق يكون أنا برنامج. طيب هنخده مقترح في مقبل الأيام إن شاء الله، هننظر في اسم ظريف صح، المحقق يكون أنا ظريف إن شاء الله. إن شاء الله. وراق حسن تسريحة الشخصية والاسم الحركة الماشي الآن في الميديا. درست دبلوم للدراما وموجود لا بك الهريوز دمو قالك دبلومه خلاص صلح بعد ما أكمل سؤال. أي لا 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 ما لا مين أول لا. المهم أنت درست الدراما بكالوريوس دراما درستها. أي. وبعد ذاك كنت مباري مجموعة من المسرحيين لاعتقادهم إنه أنت ما كنت عارف تحدد وجهتك وما قادر تلقى روحك. رأيك شو؟ أي فعليا أنا في الأول درست بكالوريوس طبعا، المعلومة دي غلط طبعا يعني المحقق حاجة دي غلط. انا درست كلية الموسيقى والدراما بكالوريوس. طيب وتخرجت واشتغلت مسرح كتير مع يعني مع فرق، في فرق الدعاشة الكوميدية، فرق مغمورة في لحظتها بطريقة علاقة، فرق شغالة في فترتها كانت مغمورة، كانت شغالة اي، اشتغلت معهم عروض مسرحية، كنت بشغل مسرح انا اصلا، اشتغلت مسرح مع مخرج اسمه عبد الجليل اسماعيل حسن جوكس، اشتغلت مع فرقة الدعاش، اشتغلت مسرح كتير مع الأستاذ طارق بكري، كنت شغال مع الأساتذة ديل في الزمن داك. ف موضوع الميديا ده ما كنت تلاقي نفسك، يعني ما كنت عارف تحدد وجهتك. ما في حاجة ذاته أصلا فهمتي؟ يعني ده كان متاح في الزمن داك، يعني إنك تشتغل مسرح وتشتغل كوميديا في الجامعات، تشتغل عروض توعوية مع منظمات مسارح في الولايات، ده كان متاح في الزمن داك. الكوميديا؟ كان بنقدم معي مسرح بتاع معلومة، مسرح توعوي. طيب طيب يا وراك، الكوميديا عموما يعني خلال المشاهدات لأي زول بيشوف كوميديا في السودان برا السودان على مستوى الشخصيات العامة المعروفة الموجودة على مستوى الأعمال الدرامية المختلفة، بمروا بظروف كثيرة وبتراتبية كثيرة وبيشتغلوا كومبارس فترة طويلة حتى يظهروا، وبمروا بفترات وعقبات ووقفات وتقييم وتفاصيل بتقيم تجربتهم حتى يطلعوا للناس. عملت شنو انت من الحياة دي؟ كيف عملت شنو؟ انا خريج من الدراما، خرجت سنة 2012. انا ما قاعد اتكلم على السبيل الاكاديمي العملي. ما دقيقة، ما خرجت قلت لك 2012 اشتغلت كومبارس في حكاية سودانية في كم حلقة، اشتغلت ادوار تانية في مسرحيات. لمدة كم؟ يعني لمدة حكاية بتاعت يعني 4 سنة كده ولا 3 سنة. تخرجت 2000 وكم؟ أنا تخرجت 2012. واشتغلت 2000 وكم؟ أنا شغال من قبل ما أتخرج. الأعمال اللي أنت بتتكلم عنها إن هي أعمال اشتغلت أي ما من يعني تلفزيون وكده 2011، كنت بيجيبون أدوار كده عادية كومبارس، نشتغل كومبارس مرات صامت في الزمن داك. تاني المسرح، أنا أساسا كنت بشغل مسرح، كنت شغال مسرح في مركز شباب السجانة، اشتغلت مسرح في مراكز كثيرة في الجامعات، وسافرت ولايات كثيرة. لكن أنا لما بديت أشتغل في المراكز بديت طوالي، اشتغلت بطل طوالي في المسرحيات. اشتغلت بطل في المسرحيات. أي
يعني احنا بنكون في نفس الكلام معانا، ما انا عارفه انك انت اشتغلت بطل، لكن لما سالتك سؤالين انه الواحد بيمر بظروف كثيره وتراتبيات كثيره، يعني عادل امام مثلا المعروف عنه انه الكوميديان الاول اشتغل كومبارسي فتره طويله عشان يثقل تجربته، عشان يقيم، عشان يصل مرحله انه هو يبقى بطل. انت بقيت بطل في فتره، انا بتكلم عن العمل الدرامي المجهود اللي انت بتبذله مقابل انك انت تبقى شخصيا بغض النظر عن المكان. انت اشتغلت كومبارس وتلاقي وكلنا طعميه وشير للبول، يعني انت بتفكر انه دي ثقلت تجربتك؟ اشتغلنا مسرح كتير وتلاقي في الزمن ده احنا كامل لما تاكل فته وطعميه كده ثقلت تجربتك؟ لا لا تعبنا وكنا بنبيت في المسرح، يعني اشتغلنا. انا كنت الزمن ده انا بشتغل عشان يعني داير خبره في ناس كبار بقدر بستفيد منها. اشتغلت بطل في مسرحيه، بشتغل زي المحاكمه الثانيه، الملك زلوط، حاجات زي دي. في ما كان في زول غيرك عشان كده عملوا كده بطل؟ لا كده على مستوى شباب، احنا كنا مجموعه من احنا كنا بنقرا في كليه الموسيقى والدراما، دخلنا الجامعه 2009، كنا لما نطلع من الجامعه بنمشي البيت، بنمشي مركز ابو سجانه، بنمشي هناك عندنا استاذ اسمه الاستاذ حسين مشكى له التحيه، ده بدا معانا ثاني من الاول. يعني انا اللي لقيته من الاستاذ حسين ده ما لقيته في الكليه ذاته، كان هو بنستفيد منه في المسرح، هو قام شافني انا في البروفات وكده بيجي يجيبني انا بطل في المسرحيات. أثناء ما أنت طالب؟ أثناء ما أنا طالب أي. يعني دي ما تجربة تقدر تقيمها ولا تجربة تقدر تحسبها. أنا أساسا بمثل قبل ما أخش الكلية. أنت أوراك أفهمني بالراحة بالراحة. ما أنت داير أنا متمرمط وشنو لحد ما أنا. أنا ما دايرك تتمرمط، أنا بتكلم عن الصياغة العام في إنه أنت عشان تصل تجربتك عشان تطلع بالمنتوج ده لابد إنك تمر بتجارب كثيرة عشان تصل المرحلة دي. يعني هسي أنت بطل في مسرحية أنت كنت فيها طالب. أنا عملت فيلم، في فيلم سينمائي اسمه نيدومان. ما تستعجل جاي. ما دار أوريك ليه؟ جايين. أنا يلا ما دار يلا أوريك ليه؟ ده الفيلم ده فيلم ساعتين وثلث، أنا ده عملته بعد ما خرجت طوالي. أنت عارف إنه النقاد قالوا شنو عن الفيلم ده؟ قالوا تجربة دون المستوى. ده منهم ده؟ ده للنقاد. وينو نقاد وفي نقاد؟ أنت ما معترف بالنقاد ولا؟ بينهم ده نقاد هون؟ كيف ما نقاد؟ لا قالوا شنو؟ قالوا إنها تجربة دون المستوى. أنا عندي نقاد تانيين قالوا الفيلم ده فيلم جا في الزمن، إحنا عملنا الفيلم ده في الزمن النظام البايت. لما انت كان بيصور في الكاميرا لو صورت ساي مشهد برا بيجي بيشيلوا الكاميرا وبيشيلوا الكاست وبيشيلوا. انت يعني متخيل انه الكلام ده له 20 سنه؟ لا هسه الكلام ده له، الكلام ده له 5 سنين. في النهايه نحن بنقيم العمل كيف الفيلم ده رأي. الفيلم ده الظلم وين؟ نحن مفترض كان نعرضه في غسل الشباب والاطفال. الفيلم ده اول حاجه في عفرة وفي غسل الشباب والاطفال. اشتغلنا الفيلم ده انتاج ذاتي. عرضه ليه؟ لا اشتغلنا انتاج ذاتي برانا كده شباب، الفيلم ده انتجناه كده شير وبناي و طعمية وبوش ونا. الفيلم ده صورناه في 8 شهور من 2016 انتهى 2017، جازفنا كده انتجنا الفيلم معانا المخرج احمد بكري احنا مسمينه احمد السبكي له التحيه من هنا. عملنا الفيلم ده مشينا عرضناه في غسل الشباب والاطفال، مشينا عرضناه في مركز فيصل الثقافي اول عرض له، جو جمهور خيالي. زمان ذاك ما في ميديا ما في اي حاجه، بس يعني الميديا يا دوبه كده جونا ناس واشادوا بالفيلم واستمتعوا وقالوا لازم الفيلم ده يتعرض تجاري من بناء على انه فيلم بيناقش قضايا. معلش بناء على اراء نقاد طرحت لهم التجربه دي قيموا بانه تجربه الفيلم ده دون المستوى. في ناس قالوا انت الاصح انك تسال هي دون المستوى ليه؟ مش تجاوب بانه دون المستوى الفني ولا المستوى التقني؟ على كل المستويات، الكواليتي بتاعت الصوره كانت سيئه، الصادر ولا الوارد منكم في شكل بتاع تمثيل ومونتاج ومحتوى كان سيء. انت شفت الفيلم؟ شفت الفيلم؟ بناء على راي النقاد المعلومه واضحه. في نقاد ثانيين قالوا لا الفيلم ده طالما طيب انت لما تجي تقيم تجربه بتقيمه وفقا للراي اللي بينفع معاك ولا الراي المختلف عشان تصلح اخطائك؟ طبعا يا استاذه انا ما ممكن اعمل حاجه ارضي كل الناس، يعني ما في فنان بيعمل حاجه بيرضي كل النقاد ويرضي كل الناس وكل الفنان شيء. منه؟ لا ما في زول بيعمل كده، فهمتي؟ انا عملت حاجه في ناس عجبتهم وفي ناس ما عجبهم، صح؟ في الأغلبية الأكبر قال ده الشباب أنتجوا إنتاج ذاتي ده مجهود يعني كده وعرضوا لنا الفيلم تجاري. الفيلم بيتكلم عن شو؟ الفيلم بيتكلم عن العطالة والخوال الفكري والمخدرات في إطار كوميدي جاذب. هو اتعرض في القنوات؟ اتعرض هسه قريب ده، اتعرض عندكم هنا في قناة البلد دي هسه قريب. اتعرض لكن أنا بتكلم عن إنه حتى الرأي السلبي اللي بيتقال بالضرورة تحطه في قائمة اعتبارك عشان تصحح. قد يكون في تغني، قد يكون في خطا تغني، يعني يمكن يكون احنا الكواليتي زي ما قلت ما بدون المستوى. انتوا عملتوه معامله افلام عالميه ذاته قالوا منو؟ الفيلم ساعتين وتلت، ده اطول فيلم سوداني، ده ما في فيلم ساعتين وتلت. انتوا عملتوا الفيلم ده معامله انه فيلم عالمي،
بناء على تقييمكم، بناء على مجهودكم الذاتي، بناء على فكرتكم. الناس زي قالوا انتوا عملتوا الفيلم ده بناء على فيلم عالمي، لكن ما مستوفي شروط انه يكون فيلم عالمي. لا انا الفيلم ده جه فكره عاديه بالمناسبه، قاعد المخرج قاعد زي قاعد تدري دارين نعمل لنا فيلم يا اخواننا. احنا انا اساسا خشيت المجال بتاع الدراما والكليه ده عشان انا اكون ممثل بتاع افلام اصلا، انا يعني كده بحكي. وضليت طريقك؟ لا ما انا خشيت عشان كده، انا لما جيت كليه الموسيقى الدراما كنت متاثر بالسينما المصريه ومتاثر بفرقه متاعب وكده، انا قلت اتخرج اعمل افلام بس. والمخرج ده قاعد معايا احمد بكري، عملنا الفكره بتاعت نيدومان دي، بتلاقي من كانت في ورقه زي دي بتاعت فلوسكاب، دايرين نعمل فيلم، نعمل فيلم عشان الزمن ده كان المخدرات والهناية وبتاع، قلنا نكتب عن المخدرات وعن الخواء الفكري والحاجات دي. وجا الفيلم يتكلم يتكتب في ورقه فلوسكاب واحده بس الفكره جت. قعدنا شهرين بنكتب في الفيلم، 6 شهور بنصور في الفيلم، يعني تعبنا من لا شيء عملنا الفيلم ده وعرضناه في البطينة. يعني انت هسي بتسرد في القصه دي عشان تثبت انه هو لازم يكون ناجح لانه انت تعبت فيه، لكن راي الناس، راي المتلقي، الفيلم نجح امشي ازعل الناس البطينه قدم شنو ازعل مركز اسمه ده غسل شباب الاطفال. الفيلم ده لو غسل شباب الاطفال ما كان في مشكله في التكييف المركزي بتاع المركز بتاع الصاله، كان لحد هسه يكون شغال الفيلم ده. ولحد قبل سنه ولا سنتين كان في ناس بيجي بيزعلوا، البوستر بتاع الفيلم كان قاعد في غسل شباب الاطفال، ناس بتيجي تزعل وين الفيلم. على العموم، على العموم الفن، الفن اللي انت بتتكلم عنه على مستوى الفيلم ده اللي انت بتفترض انه هو مستوى في الشروط، النقاد قالوا انه هو دول المستوى. شلت الكلام ده استفدت منه في تجربتك لقدام، حتستفيد في نقاط ثانيه غير اقصى الكلام ده، في نقاط ثانيه قلت لك ما برضي انا كل النقاط في نقاط ثانيه، لكن بالمقابل مفترض تنتبه لانه الخطا المره الجايه ما مفروض يتكرر، لكن واضح ان انت ما قاعد تنتبه لاخطائك بدليل انها هي بتتكرر. انتبه 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 انا وين السينما ده؟ انا زعلت وين السينما دي صناعه؟ ده لو كنا في مصر معلش هي عشان ما احنا ذاته احنا عشان عملنا الفيلم ده بصرت تشكرونا ذاته، انت عملت فيلم في ظروف زي دي، فيلم بيناقش قضايا زي دي وشباب وبتاع، ما دام صرت تكرمونا. على ذكر الاعمال، في فتره ما قبل السقوط في منتج سوري جا السودان وحاول انه يعمل بعض الاعمال وقدم مجموعه من الدعومات لعدد كبير جدا من الدراميين والمخرجين. انت كنت اكثر زول لصيق بيه. الغريب في الأمر إنه بعد ما سقطت الحكومة هو اختفى، واضح إنه كان المصادر بتاعت أموال الشخص ده مشتبه فيها، لكن أنت الناس لاحظت إنه أنت كنت لصيق به جدا. البعض كان بيفتكر إنه لأنه أنت ساعد الصهور أكثر عشان كده كنت لصيق به، لكن ما كان مبرر اختفاء الشخص ده بعد السقوط. ما مهم في تعرف بس ممكن المحقق كونان بالمناسبة الكلام ده، يعني المحقق كونان بجد أنت مفترض ممكن المحقق كونان فعلا. ده أستاذ زياد السوري ده له التحية من هنا طبعا، أستاذ زياد ده سوري وجا من سوريا وجا عمل احتوى فنانين كتار وفي فنانين كبار كانوا معه وكان عنده شركه. انت بتجمل في المسميات ليه؟ هو ما احتوى، هو قدم شكل محدد من الدعم عشان اشتغلنا معاه، ونحن اشتغلنا معاه مسلسل كامل اسمه جازفات، كان مفروض عرض 2018 صورنا 30 حلقه مع الاستاذ اسرد لي ملابسات الموقف ده. اشتغلنا المسلسل ده وكنا معسكرين في فندق، وكان معه الاستاذ ربيع طه وشباب شباب كوميديانات جامايكا وطيب العوض وحمد الخير، مهم شباب كنا قاعدين. اتكلم عن الاشتباه في انه انت، انا ما عندي قضيه اختفى ليه ولا اختفى ليه، ما هو انت ما كنت عارف امواله جايبه من وين؟ ما اعرف انا والله، ولا بساله ولا اموال جايبه، زول قاعد بيحب الفنانين وبيحب الفن وده. طيب اختفى قبل ما تعملوا الاعمال، ده ما سؤال؟ يا اخي ذاته بقول لك حاجه، هو ذاته الثوره دي لما جات كل شيء وقف، احنا كنا مفترض نعمل الثورة دي وقفت ما يستحق وقوفه لانه الحال العام وقف، ما وقفت لانه في زول امواله مدعوم من جهة ما عندها علاقة. يلا انا ما اعرف والله، انت ما عارف كيف انت بتمشي ورا زول ما عارفه، انت بتمشي ورا زول ما عارفه. انا عايز اقول لك قرش جاي من وين؟ انت هو الزول ذاته اللي انت جابك عشان تقدم فيلم، هو الفيلم، هو الفيلم شنو؟ هو الفنان شنو؟ لو ما كان عنده رسالة، لو ما كان بيقدم في حاجة بتهدف المجتمع، ولا هو الموضوع عندك استثمار وقروش؟ لا 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 ما الموضوع كذا، انا ما بسأل زول بقول لي انت جايب قروشك من وين؟ انا الزول ده جا داير يعمل افلام، داير مسلسلات، اسمه اياد. هو انت مفروض تسال هم نو،
مسمى وشنو في الوسط. ليش شنو عشان ليش شنو ليش شنو حيجي يخدمك انت على السرير الشخصي عشان انت موهوب خالص يعني جاي يدعمك مثلا عشان يظهر انت منو جاي شنو. على فكره دي ما قصه تحقيق. ده اساسيات المعرفه في ان انت عايز تشتغل مع زول. والله الراجل ده جا قدم للفنانين دول يعني قدم لهم مساعدهم وانا بشكره ذاته من البرنامج ده استاذ اياد له التحيه مننا. تشكره على شنو؟ بشكره انه قدم لنا وقدر يعمل لنا افلام وكان داري يعمل لكم ما عمل لكم وعمل عمل قلت لكم مسلسل اسمه جازفات عمل مسلسلات وما تعرف حتى التصوير قالوا الداتا ما بعرف حصل شنو في كيس كده غايته حصل لكن احنا صورنا شهر كامل. انت عارف الكيس؟ ما عارف الكيس والله. او ما داير تعرف او ما داير تتكلم عنه الكيس اللي انت عارفاه؟ انت عارفه قولي والله انت عارف الكيس وعارف الاشتباه جاي من وين وعارف الشخص ده مشتبه فيه وفي شنو؟ ما عارف والله. معناه انت بتعمل في حيات ما مدروسه؟ لا انا ما عندي شغله بانه الزول ده منو ولا ما في شنو؟ عندي الزول ده بيحب حاجه واحنا بنحب الحاجه دي. هل هو كان بيدعم الفن في السودان؟ هو ما عنده فن بس هو شغال يعني عنده استثمار ثاني عنده مطعم عنده شنو الاستثمار الثاني انت ما ماشي تشتغل فيه ما يخص الفن ده هو كان داعم الفن في السودان؟ لا كان داعم مجموعه من الفنانين. ليه زلالي هو؟ انت شغال معاه وانت مشيت شغال معاه لكن ما بزعل وانا كنت لصيق يعني انت من دون الناس من دون الفنانين من دون الناس اللي تمت دعوتهم انت قبلت الدعوه وجيت قعدت وكنت حايم انا ما داعي هو ذاته انا هو ما داعي اساسا دعاك من هو ما داعي هو كان داعي يعمل مسلسل وطلع مجازفات ضرب لي اسمه استاذ اسامه قروشي قال لي تعال مشينا هناك اتعرف علي اثناء التصوير وشوفني في المشاهد عندي مشهد كده كنت عامله مع الاستاذ ربيع طه بتاع زول مجنون كده وبتاع شاف المشهد بعد المشهد قال لي انت انا شايفك بطل بتاع فيلم عندي وليه ما شاف ربيع طه؟ لا ما ربيع طه كان منتج لي مجازفات فهمتي انا جاي شو داير شباب جا قال لي انا شفت فيك حاجه في المشهد ده عملت بتاع مجنون المشهد ما يفوت له دقيقه جا قال لي انا حعمل لك فيلم قلت له تمام وشاف اصلا انا اوريدي كان عندي فيلم ندمان وحضر الفيلم بتاع ندمان يعني جا لي قال لي اساسا انا بطل بتاع فيلم تمام يعني هسه انت بتفتكر انه هو جابك لانه انت مؤهل التاهيل الكافي لانه انا موهوب هاي جا لي قال انا في شاف فيني حاجه شاف فيني حاجه هاي لو ما شاف فيني انا حاجه ما كان جا قال لي تعالى طيب ده شوفه انت شفت فيه شنو ممكن يحقق لك احلامك؟ انا شفت فيه انه زول عنده قروش زول عنده قروش زول بيحب الفن بس انت ما قلت ما عارف عرفت من وين بيحب الفن؟ انا كيف عرفت من وين؟ قلت لك داعم الفن عرفت من وين بيحب الفن لانه كان محتك بين اثناء التصوير بتاع المسلسل اثناء الافكار كده وكان عنده افكار طيب خلاك تعرف انه هو محب للفن ما خلاك تعرف انه هو اختفى ليه بعد السقوط؟ والله ما اعرف انا ما بزعل اقول اختفيت ليه يمكن عنده مشاكل زول وعدك بشغل ما بتساله؟ لا يا اخي يمكن فلس انا اعرفه من وين؟ يمكن فلس انت مشاريعك دي سهله بتديها لاي زول وبتتنازل عنها باسهل الطرق؟ لا الكلام ده ما هسه الكلام ده طول له اربع ما انا طالب اقول السقوط معناه معروف التوقيت 200 ولا شنو؟ لا هو قريب ده كان قاعد هنا طبعا قريب ده كان ما قاعد. سالته؟ انا يلا بعدين انا ثاني انشغلت انا بشنو؟ انشغلت عندي اعمال ثانيه اشتغلت بها سافرت البلد مشيت ازرع عندي حاجات كثيره كنت شغال فيها لما انا جيت لقيته هو سافر انا انقطعت منه انا شغلت برا بقيت انتج بقى الله فتحها علي شفتي وجاب داني قروش بقيت انتج برا في الفتره دي ده كله ده سؤال نمشي لقدام وانا اعتقد انك انت تحفظت عن الاجابه وراح احترم الموقف والله ده. انا ما داير يعني لكن ما انا لو كنت عارف كنت هقول انت عارف والله لانه الدنيا كلها عارفه ما جات عليك ما جات عليك والله ما عارف يقال انك انت بتقلب اقلب منه ربيع طه متأثر بها وشديد يا ريت انا والله لو اجي الاجابات الدبلوماسيه خليها لا لا انا ربيع طه اقول لك كلام انت بتحاول اسمع كلامي انا ربيع طه انا اقول لك السؤال عيني انا 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 زمان لما كنت صغير كنت بحب ربيع طه كان يوم مجازفات والطيب شعراوي دول اكثر اثنين ممثلين في السودان انا تاثرت بهم فشلت تكون ولا واحد فيهم زمان تمام في مصر طبعا الزعيم عادل امام ومحمد هنيدي ومحمد سعد ديل هناك وفي السودان عندي اثنين ربيع طه وطيب شعراوي يبقى معناه الاتهام صح؟ لا ده زمان لما انا صغير زمان يعني لما كبرت تمردت لما بيجيبوا متاعب بحبك الاول لما كبرت تمردت الاول
ما انت عارف السودان ما في في مصر صناعه كله في سنه بتلقى عادل امام عنده فيلم، كل سنه محمد هنيدي عنده فيلم، في السودان هنا ما في. انا بدي اسال سؤال مهم، انت اعجابك بشنو؟ بمنتوجه ولا بشخصه ولا بانجازه اللي وصله مرحله المنتوج اللي بيصل للمتلقي؟ انا بفنه، انا معجب بفنه. اذا انت معجب بفنه مش الطبيعي انك انت تمر بالتراتيبيه الطبيعيه اللي بمر بها اي شخص عشان يوصل مرحله انه هو يدعي انه يبقى فنان؟ انا ما مريت هسه بحكيت لك قلت لك اتمرمطنا زمان في الجامعه يا اخي مرمطه يا 3 سنين عشان تيجي تقول لي اتمرمطه وبعدين مراكز واشتغلنا سافرنا ولايات يعني اشتغلنا ولايات وسافرنا واشتغلنا هنا في الجامعات واشتغلت مزارع. دي رساله فنان هسه تحسب، تحسب عليك في انه انت قاعد في في حياتك في ملف حياتك ان انت كنت جزء من مشروع زول مشتبه فيه. الشخص السوري اللي انت هسه ما بتتكلم عنه يا اخي، انا قلت لك ما عارفه، وانا انا ما بساله، بقول انت مشيت وين؟ طبيعه الفنان المفروض يصل كيف في بداياته. انت زعلان انا وصلت يعني ولا شو؟ انت ما وصلت اصلا. كيف ما وصلت؟ منو قال لك انت وصلت؟ هو في زول وصل لسه؟ انت ليه بتترد اجابه عندها علاقه في الناس؟ لا لا ما تقول لي ما انا لو ما وصلت ما كنت بجي قاعد هنا معك. ما معناها كده في الغالب. ما معناها شنو صحيح؟ معناها انت بتعمل في حياه ما مفهومه. اسمع كلامي يعني انها السودان ده كله بالمناسبه ما في حاجه اسمها وصلت ولا ما وصلت، في زول جازه، في زول عان عمل حاجه ظهر بها تمام؟ الكلام ده في مصر هناك، الصناعه بتاعت الافلام بتاعت المسلسلات دي في مصر في مدينه بتاعت انتاج تمام؟ نحن هنا بنعمل برانا، انا زول دارس دراما كليه موسيقى ودراما تمام؟ انا ما بعرف اشتغل اي حاجه غير الدراما دي، ما ممكن انا امشي اقعد في بيتنا ولا اشتغل اي حاجه ثانيه، اشتغلت تجاره فشلت في التجاره، ده شغلي انا بعرف ليه تمام؟ الصناعه دي في مصر هناك في اذا يعني السؤال ده لو انا كنت في مصر انه ده شنو وده شنو؟ انا هنا هنا ده انا عملت حاجه زي دي مفترض تشكريني على عادي. الكلام الكثير اللي انت قلته ده ما عنده علاقه بسؤالي. اها. للاسف. انت متاثر بربيع طه وفشلت انك تبقى متاثر كيف بحكي يعني؟ ايوه. يعني مثلا بعمل حسن تسريحه مثلا، حسن تسريحه دي بتشبه شنو ربيع طه؟ حنمشي له حسن تسريحه، لكن ده سؤال المفروض تجاوب عليه وانت ما تسالني ليه وانا. انت متاثر كيف بحكي يعني؟ في شكلك، في طموحك، في امنياتك، في حتى شكل شغلك متاثر بربيع طه. يعني محاوله تضحك. انا نفسي ابقى اوريك زي منو؟ زي محمد سعد الليمبي ده شفتي؟ انا زي ده انا متمنى ابقى زيه. لانه ده بيعمل كاركترات ما في زول بيعملها. انا ده جد نفسي ابقى زيه. يا ناسي انت متبري من حبك؟ ما متبري، انا الاستاذ ربيع طه بحبه جدا واشتغلت معاه واستفدت منه جدا. فهمتي؟ استفدت منه في شنو؟ استفدت منه يعني زول يعني ادينا على السبيل العملي، شخصيتك كانت قبل التعامل مع ربيع طه وشخصيتك بعد التعامل مع ربيع طه. ربيع طه انا كنت معسكر معاه حكايه بتاعت شهر قاعدين في شقه واحده تمام؟ يعني الاستاذ كان بيحكي لنا انه زمان كان عمل شنو والكوميديا كيف وبيحكي لنا مواقف كثيره وانا وقفت معاه في كاميرا واحده يعني بجد كنت بترهب منه في الاول لانه زول كده يعني غامه فنيه كده زول موهوب وبيدفق فن فهمتي؟ يعني شربت منه حاجات فهمتي لكن ما قلدته. الكلام اللي انت قاعد تقوله ده حكوه. انا بقول لك فعليا سؤالي واضح انه شخصيتك اتغيرت قبل التعامل مع ربيع طه ومختار بخيت اللي انت الاثنين اشتغلت معاهم، اشتغلت معاهم في عدد من الاعمال. عدد من الاعمال دي السؤال بشكل اكبر انه اهلتك بالشكل الكافي انك انت بعد ذاك تخوض تجارب تدعي فيها انك انت فنان وممثل؟ اي عملت لك شنو؟ اهلتني اي اكتسبت منهم قلت لك بعض الخبرات وانا عملت حاجات براي. زي شنو؟ عملت حاجه اسمها ود الشوربه مسلسل كان في الميديا، وعملت حاجه اسمها بكف مسلسل اسمه بكف بيتعرض برضه لحد الان بيتعرض في القناه دي، وعملت ثاني حاجه اسمها بجسطه، يعني عملت كم سلسله كده. طيب اذا انت حاسب انه التجارب دي اهلتك وبقيت منها ممثل ممكن تشتغل بطوله وممكن تشتغل ادوار كبيره، ليه اتجهت لانك انت تكون من ظرفاء المدينه وتحديدا من ظرفاء السوشيال ميديا وفي الغالب انه انت اضعفت منهم من ظرفاء الميديا دين؟ لو انت اصلا بتمتلك قاعده جماهيريه كويسه ومعرفه كويسه وخبره كويسه، ليه اتجهت انك انت تبقى من ظرفاء المدينه؟ اتجهت اكون ظرفاء المدينه؟ لا يعني الشكل اللي عارفه انت طارح نفسك بيه وهالشكل. والله انا ما اخترت انه انا اكون من ظرفاء المدينه. كيف ما اخترت اللي اختار لك؟ انا اصلا بحب الكوميديا فهمتي؟ انا ما قلت لك لو انت لو سالتيني انت بقيت ممثل كيف؟ انا ذاتي بقيت ممثل عن طريق الكوميديا ذاتها، يعني انا الكلام ده انا قلته قبل كده بقول لك ثاني انت ما سمعتيه شكلك، انا لما كنت في الاساس
كان في حاجه اسمها الدوره المدرسيه، كنت خجول جدا انا ما بشارك اصلا. انت عارف انه برنامجنا ده متخطي الظروف الطبيعيه بتاعت اي شخص بيجي بيقعد هنا؟ يعني مساله البدايات دي تسال. ما انا اوريك انا اكتشفتني نمله. انا ما عندي شغله بانت اللي انا عندي شغله بالهث انت قاعد تقدم فيه وده يقيم الان. بداياتك دي بتقيمها انت، انا هنا ما بقيم بداياتك. بدايه ذات بلد كوميديا بالمناسبه، انا متلك بديت في مسرحيه ما بتكلم فيها زول ميت، مسيت دور زول ميت بيشيلوني بعد عن قريب من انت ظرفاء المدينه دي فاهم معناها؟ يعني زول ظريف بيضحك الناس. شفتي انا كنت بمثل دور واحد ميت في الاساس سنه 7 اساس، بيشيلوني من عن قريب من الكالوز ده للكالوز ده، فما بتكلم. كنت انا ذاتي ما داير اشارك، قال لي اعمل دور ميت، عملت دور ميت. خدت لي مرات في الدور ده طويل. لا لا ما كنت ميت، دقيقه اوريك ما حييت انا ما اوريدي. خدت لي نمله في الكفن وانا اثناء ما ميت في عن قريب، واحد اسمه مرض ضوء بعوضه تبعتي. خدت لي النمله، النمله قامت قرصتني في في المسافه بتاع من الكالوز ده للكالوز، قرصتني نمله في حتات عجيبه جدا. انا كنت هتقاطع كوري فهمتي، قمت زول ميت فجاه قام من الكفن، والموضوع قام قلب يعني بعد ما كان حزن وتراجيديا الناس بقت تضحك وبتاع، والمسرحيه باظت وانا حييت وجرينا برا وبتاع. انا حسيت انه انا بوسط المسرحيه، الاستاذ قال لي لا لا انت تمثل ثاني كوميديا. قلت له كيف؟ قال لي بس انت فيك حاجه زي دي. انا ذاتي بدايتي كانت نمله. انا مصره على انه مساله ظرفاء المدينه دي يعني ظرفاء الميديا انت اضعفت منهم. ما سعاده ما كنت معاك عادي، انا قاعد معاك كده ظريف فهمتي. انت يعني يعني انت قاعد تضحكي في النمله، انا بقول نمله انت قاعد تضحك صح؟ انا ما بتكلم عن انه انا ضحكت ولا ما انا ضحكت، انا ممكن اكون حاله خاصه، ممكن اكون حاله شاذه، ممكن اكون الزوله الوحيده اللي انت قدرت تضحك. انت عندك مشكله مع النمله بس. اوكي نفترض. نفترض. لكن بيبقى بانه انت هسه اللي قاعد تقدم فيه على السوشيال ميديا الان هو، وانا بقول الكلام ده استنادا على راي ناس كثيره عندها علاقه بالمجال، بتتكلم عن انه انت اضعفت منهم، انت ما قاعد تقدم محتوى كبير. ده منو قال الكلام ده؟ نقاد. قالوا انا اضعفت منهم؟ اي من شنو؟ اضعفت من ظرفاء الميديا ذاتهم، يعني شكل المبتذل. ظرفاء الميديا منهم قد يقولون الشخصيات المالكه مكان انها تظهر فيها واللي ما بيدعوا انه هم عندهم امكنه ثانيه او هم عندهم. انا ذاتي مثلا تيتي الميديا ده انا اللي جات لي اساسا هو وين؟ في النهايه انا بالنسبه لي انه انت زول ظهرت على الميديا بتقدم في محتوى في محتوى غريب ما راضي لعدد كبير جدا من الناس وبيفتكروا انه ده ابتذال. طيب وفي في راضي عدد كبير جدا من الناس. انت متخيل انه عدد المتابعات اللي بتحظى بها دي دلاله اعجاب؟ لا انت ما السؤال الاساسي الاول مفترض زي لو انت ذاتك مشيت ما مفترض. ليه انا مشيت ما في حاجه اسمها تلفزيون؟ انا ما في تلفزيون، انا لما اجي اعمل انتاج ل تمام قلت الله فتحها عليك. الله فتحها علي الحمد لله رب العالمين، هاي اللي بيستبدل الحمد لله وكرافتات وبقيت الحمد لله تمام. يلا انا بديت كيف الميديا دي؟ انا اساسا كنت التلفزيون. انت ليه مصر ترجعني للسؤال؟ انا ما انا الاعلام البديل الميديا دي، انا ما في تلفزيون. انت لما تفهم السؤال هتعرف الاشكال ما في المنصه، الاشكال في المنتوج اللي انت بتقدمه في المنصه نفسها. يعني انت ممكن تقدم منتوجك ده في الشارع ما دي الميديا كده، لكن تقدم منتوج يرضي الناس ما يبقى ابتذال. اوكي طيب انا بقدم بقدمه في الميديا ده ما بقدر اقدمه في التلفزيون، لو انا اصلا كنت بقدم في التلفزيون ما كنت حقدم بشكل لانه انت مشيت حته ما فيها ضوابط تمام، عشان كده ظهرت بالشكل المبتذل. الميديا بقدر اعمل دار اعمل واي، لكن التلفزيون مثيرين للجدل وبتعمل في حاجات ما مفهومه. ده برنامج عادي اللي انا بقدم فيه ده تمام. انا قلت لك انا مشيت للميديا ليه؟ لانه تلفزيون ما لقيته فهمتي. تلفزيون تجي تعمل انت مصر مصر بنتج. انا بمشي تلفزيون بقول له ادفع قروش انا بيسرق الحاجه بتاعتك، مع انه انا بنتج. حتى انا حتى لو كان عندك قروش ما حتجي تلفزيون لانه ضوابط التلفزيون ما بتتناسب. طبعا انا اللي بعمله في الميديا ما بقدر اعمله في التلفزيون طبعا. وانت انت تقييمك شنو اللي قاعد تطلع منك في الميديا ده؟ تقييمك ليه شنو انت؟ كلامي ليه وكيف يعني؟ سؤال ده واضح. شايف انه في ناس عاجبهم وناس ما عاجبهم. انت الحاجه اللي بتقدم فيها دي وفقا لشنو؟ داير تعمل منها شنو؟ يا تو حاجه انت قول لي تو حاجه من الحاجات. منتوجك القاعد هسه حايم على الميديا اللي بتفتكر انه هو ترند ده. بتقدم وفقا لشنو يا وراك؟ وفقا لشنو انت داير ترضي منه انت شنو؟ انت قصدك شنو؟ قول لي الحاجه اللي انت قصدها شنو بالضبط كده دي؟ انت وجدك في الميديا في شنو؟ في شكل تقديم برامج ولا في شكل ندوات؟ باي برامج ما انا ممثل اوكي. الممثل ده بيعمل برامج كويس. انك انت عارف ان انت ممثل. اي بيعمل انت بتعمل في حاجات كثيره شديد. انا ممثل ده بيعمل اي حاجه، بيبقى مذيع، بيبقى دكتور، بيبقى حرامي. ما كان بيبقى انه المذيع اسمه مذيع والمحامي اسمه محامي والممثل اسمه ممثل. انت ذاتي تتكلم عن حسن التسريحه والبرامج صح؟ انا بتكلم عن وراك. وراك بيقدم شخصيه اسمها حسن التسريحه مختلفه تماما عن وراك تمام. ده في فن التشخيص بشخص شخصيه اسمها حسن التسريحه عندها فنيله اولى. حد ياسف ناس متخيلين حسن التسريح هذا بالفنيله في الجامع في البيت في اي حته. داير اوري الناس هنا بالبرنامج ده انه حسن التسريح هذا شخصيه متغمصه ما شخصيه حقيقيه
ديكسي سوارات على اساس لما يقولوا في الشارع يقول لي وين الفرشه؟ وين المشط؟ فهم مفتكرين سؤالي ده ستاندر لكل منتوجك اللي انت شغال عليه، انه اذا كان حسن تسريحه ولا اذا كان برامجك ولا اذا كان شكل الرقيصه اللي انت بترقص ولا كان الفرشه اللي انت شايله وحيبيع داير تقول شنو اوراك؟ انا ما داير اقول، داير اقول حسن تسريحه. انت لما تتكلم عن الحاجات دي معنى وراك ما بقدم حسن تسريحه بس، وراك بقدم شخصيات تانية برضو. انت سمعتني كل الحاجات دي كلها جملة داير تقول لي مقدمه غيرها انت لما تتكلم عن طيب انا عشان اوضح لك، انا بفترض انه الفنان قوسين طبعا الفنان بيكون فاهم طبيعه مجتمعه، بيكون هو من خلال شغله داير يقدم ادوات معالجه. هل انت فاهم الكلام ده ولا شغال ساي؟ ده فاهمه. اي وبيتعمل في شنو؟ بعمل في برامج. وين المعالجات اللي انت قاعد تقدمها؟ امشي احضر اب كاب فيها قضايا مهمه جدا، هي وصايا اجتماعيه. انت بتنصب نفسك ما خلاص يلا الدراما دي عيني. انا ما بعمل لي الدراما دي، هي طرح ما بتحل المشاكل يعني، لا انا لا غيري ما في حاجه دراما بتحل المشاكل، دراما بتطرح المشاكل. اي لكن بتحدد شكل سلمي للمعالجه. أبكف كناية عن شنو؟ رمزية لشنو؟ أبكف إنه زول بطل خارق بتاع الغلابة يعني، بيساعد الناس المساكين، فهمتي؟ يعني باتمان الحاجوسي في سوبرمان القدرو، المهم بيساعد الناس الغلابة في إطار كوميدي بالإجازة. استعنت ببدر خل عليه؟ ما لقيت زول يصل معك ولا شنو؟ ليه شايف فيه شخصية زي دي؟ أنت وصلت مرحلة إنك أنت تكتشف الناس؟ بكتشف أي؟ بناء على شنو؟ بناء على إنه أنا لما كنت طالب في الجامعة وطلبوا مني أنا أتخرج بمسرحية شكسبير، قلت لا انا داير اعمل مسرحيه لي انا براي، انا زول بدرس، انا ليه امتحن لزول مات قبل 1000 سنه؟ انا داير حاجه وعملت خشيت في نقاشات كثيره مع الاستاذ. يعني ده افتراض منك لا انت؟ انا قمت اخترت المشروع بتاع التخرج بتاعي، اخترت ممثلين ما من دفعتي ولا ممثلين اصلا، نقاد وجامل المسرحيه وجات الاولى في دبي. انت نفسي اسالك سؤال تجاوبني باجابه بتخص السؤال. يعني انت بتحكي قصه ليه من السؤال؟ السؤال لو ذاته ما في سؤال، انا بحكي لك القصه لانه أيوة. السؤال ذاته ما مفهوم شنو هو، انا بحكي لك القصه تجي قريبه ما مفهوم أي. انا اشرحه لك. السؤال في انه انت ابكف كنايه على شكل محدد بتاع طرح اللي هي رمزيه للوصايا الاجتماعيه المجتمعيه أي. لكن ما بشكل سلمي يعني، ما ابكف يعني انت قاعد يعني الكف ده ما للشخص، للسلوك بتاعه الغلط يعني. شكرا. انا من ادي كف ايوه بدي للسلوك يعني، ما قاصد الشخص في نفسه، بدي كف للسلوك. مثلا ده تزع طويله، ده ما بعرف حرامي، ده ما بعرف بيغش الناس، المهم للسلوك الغلط، فهمتي؟ تجار الازمات كف للاسلوب بتاعه ما لشخصه. يعني كنايه برضه على الوسائل الاجتماعيه بس انت ببدر خلعه يمكن لانه ما في زول حيقدر لا بدر خلعه ليه انا جبته؟ لانه انا الدور بقول لك الدور بنادي صاحبه، الدور ده بتاع بوتيك، كل زول ظريف وزول عنده بوتيك وكده عشان الدور جاي فيه بس، زول طيب. صعبه جدا. انت على علم تحيه لبدر خلعه، انت على علم بانه الناس ساخطه جدا من الشكل اللي انت بتقدمه في شخصيه حسن تسريحه؟ يعني الناس ساخطه جدا. ساخطه؟ ايوه. عارف يعني شنو ساخطه؟ ساخطه يعني متضايقه. هم قال لكم متضايقين؟ انت اذا ما بتسمع الناس معناه انت المفروض تمشي ترجع تسمع تاني عشان انا ما برجع بقول لك في ناس. انت شخصيه حسن التسريحه دي ما ناجحه نجاح مطلق زي ما انت مدعي. لا انا ما قلت لك ناجحه. طيب انا قلت لك انت ما يلا ما انت ما انا برجع بقول لك ثاني وثالث انه انا ما بقدر ارضي كل الناس، لازم في ناس يا اخي ما ترضي كل الناس، انت ما ترضي كل الناس، لكن قدم المنتوج اللي انت بتقدمه بشكل لائق. يعني في محمد رمضان عجبه ويا محمد رمضان عجبه هو الشخصيه دي، هل ده مقياس؟ بالنسبه لك انت مقياس؟ هل ده معناه انه انت بتلغي اقتصاد ومجموعه كبيره جدا من الناس؟ تمام اسمعي كلامي، ما قلت لك انا ما بقدر ارضي ليه ما مقياس؟ هل ده معناها انت حتلغي قصاد اعجاب شخص واحد مجموعه كبيره جدا؟ لا في مجموعه كبيره جدا برضه بيداو حسن تسريحه وبيلاقوها في الشارع بيتصوروا معاه وفي ناس بيجوني في البيت وفي ناس انت معناه تعريف النجاح عندك مغلوط، ما اعرف يعني ما انا ما بقدر ارضي كل الاذواق قلت لك ما بقدر في ناس على الاقل على الاقل على الاقل الشخصيه اللي انت هشي يعني تسريحه حسن تسريحه كنايه عن شنو؟ بتعمل في شنو؟ حسن تسريحه دي تنزلني جات من وين اصلا يعني؟ انا ورجعت انت ما تورينا انا اسالك شنو انت جاوب لي على حسب سؤالي كنايه عن شنو حسب تصريحه حسن تصريحه ده شخصيه بيدعي انه جوازي متاجرف وهو شخصيه بسيطه جدا وما يعني بيدعي انه عارف اي حاجه فهمتي زول شخصيه برمجيه كده بتشبه شخصيتك الحقيقيه
لا لحد كبير ما في. انت هسي اي نقد بتلقاه وما بتعترف به، ما في علاقه بتدعي نفسك. انا قاعد امشي بالشارع بفرشه وانا قاعد البس فنيله بتاعت شيتا في الصيف، لا ما في علاقه. انا اتكلم عن الشكل الظاهري، انا بتكلم عن طريقه التفكير بتاع الشخصيه. لا يبدو ان انت ما في علاقه، دي شخصيه عندها ابعاد ودي انا عندي ابعاد. متاثر بها لحد كبير؟ ما متاثر بها. انت ليه ما فيها ضد الشوربه؟ بقول لي ضد الشوربه فيها بكفي حاجات ثانيه، ليه بس ماسكه؟ لانه دي الشخصيه اللي ماشيه معك هسي عشان تسريحها. ما خلاص ماشيه معاي لانه هسي انا شغال بها برنامج. يعني هسي الناس ذاتها بتتفاجئ في انه انت اسمك وراق عمر. وراق عمر ودي حسن تسريحه، بيفتكروا انه يا اخي في جزء كبير جدا من الشخصيه عنده علاقه بك. فيمكن تكون ده لانه انت والله يمكن عشان الشخصيه زي ما يمكن عشان الشخصيه بقت معروفه شديده. او انت فشلت في انك تفصل بيناتهم الاثنين. لا ليه ما فشلت؟ حسن تسريحة أنا لما أقول لك أوكي حسن تسريحة صعب الأفكار مريحة سرح شعرك يبتسمي ده كده أنا حسن تسريحة تمام؟ أسي أنا كده بتكلم معك. أنت متخيل إنه الطرح ده طرح مضحك اللي أنت بتقدمه ده؟ أنت ما شايفينه مضحك، في ناس شايفينه مضحك وفي ناس شايفينه ما مضحك وفي ناس شايفينه مضحك. الاستقراء اللي حصل في إنه يا أخي لما تيجي تقول أنا ضيفي فلان أو أنا عايز أستضيف فلان، في مجموعة كبيرة جدا من الآراء اللي بتقدم، في منها الإيجابي في منها الغير إيجابي وفي منها اللي بيفتكر إنه أنت ما قاعد تقدم في حاجة مناسبة، وإنه ده ابتذال للفن عموما وده ابتذال للتجربة وده شكل مخيل جدا بالفكرة العامة اللي عندها علاقة بالفنون. ده رأي، ليه ما قاعد تاخده في حساباتك؟ والله باخده في حساباتي يا أخي، باخده في حساباتي، باخده في حساباتي، لأنه هسه أنا في أعمال تانية جديدة ما عندها علاقة بحسن تسريحة وما عندها علاقة بالإمام مدكم. أنت حتى حسن تسريحة حولته لمقدم برامج. حسن تسريحة أصلا بدأ مقدم برامج اساسا، انا بديت بيو مقدم تاع برامج، قدمت بقول عجلة دبل قبل سنه ونص او سنتين. طيب اول شكل تقديم البرامج انت ما شايف انك انت بتشوه من تقديم البرامج بالطريقه دي؟ لا انا طريقتي مختلفه عن طريقه برنامج بتاع التحقيق. ما عنده علاقه انا برنامجي بيختلف، انا برنامجي ظريف فهمتي، انا برنامجي ظريف كوميدي، بعمل برنامج كوميدي بجيب الضيف بنضحك مع بعض بساله في الصفات. دي شكل الطرح ده؟ اي في ضيوف انا بجيبهم في ناس ما قاعد يجيبونها. الموضوع ما مقياس، يعني انا مثلا حنزل فيديو في الحلقه دي والفيديو ده عمل ترند وانت مبسوط به جدا، الفيديو اللي انت استضفت فيه هو واحده من الفنانات والفيديو ده اثار ضجه كبيره جدا، الناس انتعطت منها بشكل كبير جدا، انت رايك شنو في الكلام ده؟ والله يا اخي انا رايي الناس انتعطت في شنو؟ في شكل الطرح؟ لا مو بشكل الطرح. في شنو؟ لا لا انت عارفه في شكله، عارفه الناس عارفه شنو. نتابع الفيديو ونرجع من جديد نستكمل ما تبقى من اعترافات. ده فيديو من الحلقة نفسها، يعني غنى ورقيص وطريقة انت عارفها شبشبة شديدة يعني. انت رايك شنو؟ والله دي انا شايفها حلقة عادية جدا. شوفك انت يعني شوفك لما جبتها واستضفتها واتكلمت، الناس لما الناس انتعرضت وين؟ انتعرضت في في حاجه دقيقه اوريك، انتعرضت في طريقه اللبس مثلا، في اللبس تمام، لكن كحوار وكبرنامج وكحلقه كده كناس قاعدين بيتونس مع بعض طلعت حلقه ظريفه جدا. مين قال لك؟ ده تقييمك انت، انت لو قريت التعليقات والمتابعات انت بتاخد الراي الايجابي بس اللي بينفع معك، كالراي السلبي ما قاعد تفكر. الحلقه دي قلت لك محمد رمضان علق في الحلقه دي، محمد رمضان الاسطوره علق لنا في الحلقه دي وراك قلب وبتاع وحاجات وراك. اذا انت بالنسبه لك ده راي بيلغي اراء الاخرين؟ ما بيلغي الناس، لكن لو الناس انطعنا في طريقه اللبس وانا ما بقدر اقول لها تعالي لابسه كده. الموضوع ما عنده علاقه بطريقه اللبس، لانه دي مساله الناس كان بيعلقوا في اللبس، هي الموضوع ما عنده علاقه بالغلاطه اللي انت بتغلطه ده. احنا جزء من مجموعه كبيره من الناس متابعين، وجزء كبير من التعليقات ما كان عندها علاقه باللبس، كان عندها علاقه في اختيارك نفسه لشخصيه وطريقه الكلام وطريقه الحديث وطريقه الممثله. انا لما نجي استضيف زول بستضيفه ليه؟ عشان يقدم شنو للناس؟ انت فكرتك كانت انك تقدم شنو، انك كانت تثير الجدل؟ لا لا، هي زوله ممثله ومثلت في مسلسل اسمه ود بلد، وزوله بتغني وعندها فيديو كليب وعندها فيديو كليب. كم فيديو كليب؟ وانا عملت معاها لغاية لسنا اي فنانة بتغني تمام، وعملت لغاية مع فنانات كتار يعني، وانا شايف انه هي زولة في اغنى الدلوكة زولة متميزة جدا. شوفك اهي والرقيص ده شنو كان؟ الرقيص كده يعني جات كده ما زولة غنت، انا زول بحب الرقيص، غنت انا قمت رقصت معها، انا ما متخيل الموضوع ده هيعمل الكلام ده كده، زولة غنت. أنا انت عارف ده دلالة على شنو؟ على شنو؟ على انك من غير دراسة يعني ما متخيل. ما انا قلت لك برنامجي بيختلف، انا برنامجي ده في حتى لو كان بيختلف في اي حاجه بيختلف في اي حاجه ممكن تخترق العادات، ما اي حاجه اللي تخترق العادات والتقاليد، لا في يعني حاجات فوق يعني كده مألوفه يعني
فهمتي؟ ما بنعمل حاجه ما مالوف يعني. طيب انت من ما يكون مالوف وطيب اللبس. انت من بدايه الحلقه دي اي راي سلبي ما قاعد تاخذه في حساباتك؟ ليه ما باخذه في حساباتك؟ اكمل سؤالي. الان فنيلتك بتاعت حسن تسريحه شالوها اولاد الحاج يوسف. الكلام ده كنايه عن شنو؟ كنايه عن رفضهم لشخصيتك الموجوده الان. الفيديو ده حايم وقاعد كويس. يا اولاد الحاج يوسف انا حاجيب الفنيله وقالوا ما حيرجعوا لك. حيرجعوها حيرجعوها بغض النظر على السلوك الحالي انها هي اتشالت انها رجعت. اولاد بري انا مش هجيب الفنيله من اولاد الحاج يوسف. طيب هم رافضينك دي المجموعه من الشباب رافضينك. خلاص جنوب الحزام دايريني جنوب الحزام دايريني بوري دايريني وبد دايريني تمام. حنمشي كده كلنا نمشي نجيب الفنيله ونجي. ديل شباب بسيطين ما متابعين للدراما ولا المسرح ولا عندهم علاقه بهم، لكن حسوا بين مين استهلكتهم. قدمت حاجه ما بتشبههم، قدمت حاجه ما مناسبه وكثير جدا. يعني انت بقيت متوفر بشكل كثير ومزعج، فشالوا الفنيلة دي بناء على انه يوقفوا نشاطك الكثير القاعد في الميديا. ليه انت ليه ما قادر تفهم المعلومه دي؟ ليه ما يكون شالوها مثلا حبهم فيني مثلا؟ هم ما قالوا في فيديو اصلا حيتعرض في الحلقه دي. كويس. في فيديو الفيديو حنشوفه حنجي راجعين ثاني. خليكم معنا. ده كان الفيديو بتاع الشباب. طبعا ده الشباب ده جكسه. طبعا انا جكسه من عبر البرنامج ده. انا حوريك انه انا حاجيبه ولا اجربه الحزام وبري وهقوم بده وحريجي اشيل الفنيله من الموقف. اتشالت كيف الفنيله دي؟ اتشالت كيف؟ سرقها جكسه. سرقها كيف؟ جكسه ده زول عنده تيك توك ومتابعين وكده وبتاع وسرق الفنيله بتاعتي. انتوا اصحاب؟ ولا دي محاوله انك تعمل ترند برضه؟ لا 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 سرقها بجد. ترى زي ما قلت معطو نايم من الشخصيه وبتاع. لكن انا حامشي اجيب الحزام حاجيب ادخلها وحته وحامشي اشيل الفنيله ان شاء الله. ده تصريح خطير. خليك من التصريح. انت انتبه في انه الناس دي رافضاك ان انت تقدم حاجه في الفتره الجايه تقبل الناس تقبلك بيها. قلت لك ما في زول بيرضي كل الناس. يا اخي ما ترضي كل الناس، ارضي الاقليه ان شاء الله. يا اغليه تعالى اوريك لهم. اقسم بالله قاعدين يزموني وبيجوني في البيت وبيحبوني جدا وهزومات ودنيا ومركات. في ناس كثيرين عاجبهم الموضوع ده. عشان كده انت زايد فيه؟ لا ما زايد فيه، لانه انا بشتغل في رمضان مسلسلات في رمضان. في الفتره دي بشتغل البرامج بتاع حسن تسريح بتاع عير الدبل. تعاير رمضان الجاي حتلقى حاجه مختلفه تماما. انت الغرض انه كسبي مالي فقط؟ يعني ما تقدم محتوى كويس يقعد في ارشيفك، يقعد في ذاكره المكتبه، تتحسب في يوم من الايام من العمالقه اللي قدموا وين؟ وانت اوريك المشكله في الكتاب. احنا في البلد دي ما عندنا كتاب بيكتبوا ورق حلو كويس. يا اخي اختار الحاجه اللي بتناسب. يا اخي ليه بتمشي للحاجه الرخيصه اللي انت بتخليك انه انت تلغي بها مجهود ناس كتار؟ البلد دي مليانه ما عاجبك فيها شنو الحاجه دي؟ ما عاجبني انا؟ انا ما بتكلم عن نفسي. لانه انا لو بتكلم عن نفسي انت ما كنت قاعد هنا. بتكلم عن ناس كتار جدا رافضين الحاجه دي. انا محمد انا ما الموضوع ده كده ما حينتهي. انا قلت لك في ناس كتار بيحضروا الحاجه دي. حتى النقاد يا وراك، حتى النقاد عندهم راي فيك. يعني انت ذاته على السبيل الاجتماعي ما عندك نشاطات اجتماعيه في المسرح في الحوش في الحته ديك. انت يعني ما مقبول بالحد الذي انت بتفترض فيه. النقاد ذاته من احنا لو ما بنعمل كده ما حينقضوا شنو؟ ما في حاجه ينقضوا اصلا. يعني انت بتفتش للحاجه المثيره للجدل عشان تفتح بيها نفايات بتاعت كلام مثلا؟ انا بعمل الحاجه بس فهمتي. انا بعمل حاجه وبنزلها. انت كلامي سمعته انه انت على سبيل العلاقات الاجتماعيه ما موجود ذاته في اماكنهم، ما موجود في ملماتهم. ده دلاله بتاعت شنو؟ برضه دي حاجه ما معترف بها بالنسبه لك. ما موجود. انا انت قاعد في الحتات دي قالوا هم يقولوا اللي يقولوا ما يزول بقول داري يقولوا ما اي زول. ده سلوك فعلي عملي. انت ما موجود. يعني انت حتغلط في انه انت عدم وجود. انت حتفترض انه الناس ما شايفاك مثلا. موجود وين؟ ما موجود وين؟ ملماتهم يعني مجتمعات الدراميين دي دلاله بتاعت انه انت مقبول على الاقل في ابناء جيلك ابناء كارك زي ما بقولوا. لا ما موجود وين؟ في المسح القومي يعني وكده ولا وين يعني ما موجود؟ سؤالي واضح. لا قاعد اكون موجود. قاعد اكون موجود وكان في مهرجان البوق هذا لو ما وقف انا قاعد اكون موجود مع الدراميين. الملمات الاجتماعيه انا اساسا بما قمت معه كده تعريف مختلف للمناشط العام. انا انا انا, أنا شخصيا انا شخصيا ما قاعد احب اللمات. يعني اللمات بحب اتلم في الفن في الحياه ده اني اعملها كده. هو ما في فعاليات اصلا عشان انت تكون موجود فيها. ما في حاجه اصلا. هو لكن انا بتكلم هي دي كنايه عن شنو؟ كنايه عن القبول. انه انت ما مقبول ذاته على المستوى الاجتماعي. ليه هسه انا في حاجه اسمها دور الضحك انا فيها مع الشباب كل حاجه اسمها دور الضحك مع استاذ نصر الدين مسرح 126 مسرحيه شغالين كل الممثلين في السودان. انا قاعد معاهم في الجروب وعندي معاهم مسرحيه وقاعد معاهم في الجروب. ملمات ملمات اجتماعيات قبول يعني زيارات لقاءات يا وراك. انت ما مقبول من ابناء جيلك كارك ما قبلاني انك حاسين ان انت بتشوي في الرساله. الكلام ده واضح. ما هو اقول لك انا ما في حاجه اسمها رساله. كيف ما في حاجه اسمها رساله؟ في حاجه اسمها شو؟ حاجه اسمها انا عملت حاجه. ما اي حاجه اللي يكون فيها رساله. ساي في حاجات ساي في حاجه. ممكن اعمل حاجه من اجل الضحك بس.
الضحك ده ذاته فيه رسالة بالمناسبة. لا يلا أنا ممكن أعمل حاجة من الضحك، ما هي حاجة رسالة وما رسالة ومحتوى، ما هي إلا كده. ما سي المصريين دي بيعملوا أفلام من أجل الضحك، ما هي ما يكون في رسالة. أنا أنت قولك ضحكت ذاتي ذات رسالة في الدون في البلد إحنا عايشين فيها أصل اليومين نحن عايشين فيه وده. أنا ممكن أضحك ده. على سخف. في النهاية ضحكت صح؟ لا. خلاص. في النهاية أنا ممكن أضحك عليك، في فرق بين إنه أضحك معك وأضحك عليك أعتقد. لا لا ما خلاص في حاجة اسمها ضحك من أجل الضحك. عندنا الحاجات اللي فيها رسالة على سبيل العام عمر وراق حسن تتريحة بكل شخصياتك مقدم البرامج والراقص وكل الأشكال اللي انت بتقدمها لحد كبير جدا ما وصلت للمستوى المدعى في السوشيال ميديا على أرض الواقع. في إشكال كبير جدا في طرحك، في إشكال كبير جدا لاقتحامك لعدد من المجالات اللي انت ما مولين بجوانبها. هل علق تعليق أخير ولا أختم؟ ما برضو هرجع أقول لك نفس الموضوع نفس الموضوع. عيد الصياغة. أنا ما بقدر. عيد صياغة تجربتك عشان تمشي لقدام. لأنه كثرة المعجبين ما دلالة نجاح. تمام. أنت برضو غير اسم البرنامج ده عشان أسمو المحقق، لأنه ده ما المحقق جاي معك. كونا. شكرا جزيلا. شكرا عمر وراك. شكرا جزيلا مشاهدي قناة البلد برنامج اعترافات. ضيف جديد في الحلقة الجاية. نلتقي إلى اللقاء.